أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء، وياكم أمير المطبعي من شركة المتجر الإلكتروني. في هذا الفيديو سنقوم بعملية فتح للصناديق التي وصلتنا من أمريكا من موقع أمازون. هذه الصناديق تحتوي على بضاعة أمريكية أصلية، حيث قمنا بشرائها ونقلها إلى العراق حسب طلب زبائننا الأعزاء. تابعوا ويانا الفيديو للتعرف على هذه المواد. هسه نبدي نفتح الصناديق ونشوف الغراض اللي وصلتنا بهاي الشحنة. عندنا هنا مثل اعواد مال هاي الآلة الموسيقية، اتوقع الجيتار. هاي مو اعواد، هن مالتن الخيوط، صراحة ما اعرف يسموهن. عندنا هنا معجون اسنان اصلي من كريست، طبعا هذا في الشيء كل زين، واللي يحب يطلب اي شيء اصلي من امازون او من اي باي او اي موقع ثاني خلي راسلنا على صفحتنا على الفيسبوك. عندنا هنا هذا مثل مرهم او دهن مال جروح، تربل انتي بايوتيك اللي هو مضاد للبكتيريا وهيج شيء، هذا اكو جماعة موصي هذا مو للبيع. هذا مواد تجميل ومكملات غذائية، حامض الهايدرو هيدرولينيك او هيج شيء، مثل سيروم اتوقع ينحط على الوجه مع الفيتامينات وفيتامين سي وهيج شيء، مواد تجميل نقدر نقول. على العموم احب اوضح شغل شركتنا. احنا شغل شركتنا هو شحن، اول شيء شراء الغراض من مواقع امازون، اي باي، علي اكسبرس. احنا شغلنا انه نشتري اي شيء مثل ما تشوفون او اي اشياء ثانيه من هذين المواقع وننقلها للعراق حسب طلب الناس. يعني هذين الغراض مو للبيع، هذين الغراض اكو ناس موصين عليهن، واحنا شغلنا مشتريهن لهذين الغراض وجايبيهن للعراق حسب الطلب مالتهم. فعلى سبيل المثال اذا عندك خلينا نقول فد شيء معين، مثلا فد جهاز الكتروني او ملابس او العاب او مكملات غذائيه او مواد تجميل، على سبيل المثال خلينا نقول فد مواد تجميل تريد تشتريهن، دزلنا رابط المنتج من موقع امازون او اي باي، احنا راح نرد عليك بتفاصيل المنتج بالسعر ووقت الوصول، واذا عجبك احنا نشتري هذا المنتج ونجيب لك اياه للعراق. طبعا مده الوصول تتراوح تقريبا من شهر الى شهر واسبوع هيك شيء، مرات يصير اكو تاخيرات خارج عن قدرتنا تصير بالنقل وبالجمارك فما نقدر نسيطر عليها. بالنسبه لل اذا عندك سؤال او استفسار شلون تتواصل ويانا، طبعا تراسلنا على صفحتنا على الفيسبوك، عندنا هناك موظفين يردون على الرسائل ويكملون وياك الاسعار وبقيه التفاصيل. طبعا عندنا رسائل كلش هواي فنعتذر مقدما لانه راح شوي نتاخر بالجواب، بس راح نجاوبك اكيد 100%. يعني دزلنا الرسائل اللي تريدها والغراض اللي تريد تشتريها وان شاء الله راح نجاوب عليك بسرعه، يعني نحاول اسرع شيء. فمثل ما جاي تشوفون هذين الغراض هذين ناس موصين عليهن واحنا مشتريهن وجايبينهن للعراق. واي سؤال او استفسار عندك تواصل ويانا على صفحه الفيسبوك وان شاء الله راح نجاوبك. المواقع اللي نتعامل وياها غالبا انه امازون واي باي وعلي اكسبرس، هذن المواقع اللي تقريبا يعني 99% من الاغراض اللي تردوها تلقوها هناك. اي مواقع ثانيه غير هذني ايضا دزلنا رابط الموقع واحنا راح نشوفه انه نقدر نشتري او لا. هذني كلهن مكملات غذائيه، هذني العلبتين فيتامينات، طبعا هذني كلهن ميد ان يو اس اي يعني اصليات 100%، واضح قدامكم هذني المكمل الغذائي السبلمنت. هنا عشبة الاشواغاندا هواي معروفة، اللي يحب يدور عليها فوائدها على اليوتيوب، هي كلش فوائد كبيرة، فهذن ايضا جايبيه الناس. رام مع الموبايل مثل ما جاي يشوفون 256 جيجا. طبعا هذن الغراض نستعرضهم على مود، اول شيء الناس اللي طالبيهن يعرفون انه غراضهم وصلت، والشغله الثانيه نراوي للزبائن انه نماذج من الغراض اللي نقدر نجيبها. فاذا كان ببالك اي شيء تريد تحب تطلبه من موقع امازون واي باي، دزلنا الرابط مع المنتج على الصفحه على الفيسبوك وراح نكمل وياك باقي التفاصيل. مثل ما جاي يشوفون هذن الغراض هذن الناس موصيهن وليس للبيع. مجموعه الاشياء اللي نقدر نجيبها يعني كل شوي، ملابس، مكملات غذائية، ألعاب، حتى قطع غيار مثلا مع السيارات أيضا نقدر نجيبها. هنا أيضا عندنا مكملات غذائية، هنا هذا اللي قلنا لكم عليه اللي هو المرهم أو دهن مال الجروح والمضاد للبكتيريا مثل ما جاي تشوفون. طبعا هذين الغراض كلهن مشتريهن أغلبهن من موقع أمازون بأمريكا وجايبيهن للعراق، طبعا عندنا توصيل لكل محافظات العراق ماكو مشكلة. بالنسبة لطريقة الشراء منشورة على صفحتنا على الفيسبوك، او اذا تريد طريقة الشراء
ايضا راسلنا على الصفحه وراح ندز لك الطريقه مع الشراء على مود تعرف شلون تشتري الغراض اللي تريده. هذا الصندوق الثاني، هذني مثل خلينا نشوف شنو، طبعا وزنهم كلش كبير، اتوقع جقات هيدروليكيه او هيك شيء. يا هذا وزنهم كلش ثقيل مثل ما جاي يشوفون. تقريبا وصلنا لنهايه الفيديو. هاي الشحنه شانت شويه يعني ما بيها واي غراض، انتظرونا شحنه ثانيه ان شاء الله توصل، يعني احتمال 10 ايام او اسبوعين. فبالنهايه يعني اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار راسلونا على صفحتنا على الفيسبوك. احب اشكركم لان تابعتوا الفيديو، مو تنسون تسوون لايك وتشاركون الفيديو بين جماعتكم، ومع السلامه.